أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة وحصرية عن خليل إبراهيم جيهان وبالأخص عن سلسلة الأمانة. وقبل الخضوع في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا دعمكم لي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد وترك تعليق ولايك. خرجت مؤخرا بيرين ديميركايا بتصريح عن خليل إبراهيم جيهان، وهي مستاءة للغاية من التصريح الذي أدلى به، ويقال أنها اتصلت به بسبب هذا التصريح. هذا ما أكدته إحدى الصحف وقالت له أنه يجب عليه تصحيح ما قاله، لأنها اعتبرت خليل إبراهيم جيهان كأنه كسر مجموع الرهان بتصريح أدلى به مؤخرا، والذي صرح بأن سلسلة الأمانة يتم تسويقه في 45 دولة، وهذا ما صدم الجمهور بأكمله عندما وصف أيضا الموسم الثالث بالناجح. لم نفهم ما إذ كان خليل إبراهيم جيهان الذي أزعج ليس فقط الجمهور ولكن أيضا الممثلين السابقين عفوا في سلسلة الأمانة، والجمهور ظن أنه فعل ذلك قصدا، ولكن بصراحة لا أظن أنه فعلها قصد. وكما يعلم الجميع، تم إرجاع الموسم الثالث من سلسلة الأمانة من قبل العديد من البلدان، وتم بيع الموسمين الأولين من السلسلة بالفعل إلى 45 دولة، حتى من هنا يتضح ما يريده الجمهور. ونظمية يلماز وفريقها الذين تحدثوا دائما عن احترام الجمهور لم يستمعوا للجمهور في هذا الصدد. وبيرين ديميركايا قالت يجب على خليل إبراهيم جيهان أن يصحح هذا البيان في هذا الشأن. الأمانة الآن بصراحة لا تعني لأحد شيء، لم تعد موجودة، إنها مجرد استمرار لشيء انتهى بمغادرة سيلا تورك أغلو. تمكنت نظمية يلماز من تدمير سلسلة ناجحة. وإذا ذهبنا إلى كلام خليل إبراهيم جيهان ومشينا معه في الخط، ممكن أن نقول ربما بويع الموسم إلى 45 دولة، لكنه لن ولن ينجح فقط من غير الموسمين الأولين. والآن في تركيا يحتل مكانا رائعا 75، وتستمر في الانخفاض، بينما لا تتجاوز حلقاته عبر الانترنت حتى 150 ألف مشاهدة. بدلا من ذلك تحظى حلقات الموسمين الأولين بجمهور متزايد بشكل متزايد. أي نجاح يتحدثون عنه في الجزء الثالث؟ ربما فقط في ذهن نظمية يلماز، والموسم الثالث نسخة من الموسمين الأولين فقط، استثناءات طفيفة. ولن تتمكن نانا من جلب السحر لهذا الموسم، والمعجبين يعرفون جيدا ما يريدون حقا. رغم الجهود التي بذلتها نظمية يلماز، فإن الجمهور يحتفظ فقط بما رآه وشعر به فقط. كما أيضا يباع هذا الموسم في 14 دولة فقط، وفقا لما أعلنته جمعية مراقبة المسلسلات التركية. وفي نظري حتى لو بويع في 14 دولة فهو نقطة في محيط المجتمع العالمي. والمقابلة كنت قد نقلتها لكم، وهي مقابلة أخيرة مع قناة برازيلية، قال إنه سعيد للغاية لبيع الموسم الثالث من المسلسل في 47 دولة، وأنه راضي جدا عن هذه الإنجازات. ونعلم جميعا لا يوجد بلد أجنبي ستريد شراء هذا الموسم. ونظمية يلماز لا تحترم الجمهور من خلال عدم قول الحقيقة بأن الموسم الثالث فاشل تماما، فقط من خلال النظر إلى التصنيف الذي يدرك أي شخص أن التصنيف هو صفر. فهي تواصل التسجيل لأنها عنيدة ومتقلبة وفخورة بنفسها ومتعجرفة أيضا، ومع ذلك لا تريد أن تعترف أنه بدون سيلة لا يوجد الأمانة. والآن نرى أن سلسلة الأسير ستعاني نفس مصير الأمانة. وفي نظري إذا تم بيع السلسلة حقا إلى 45 دولة، إذن فلماذا يكون معدل المشاهدة منخفض لهذه الدرجة؟ بصراحة رغم كل هذا نحب خليل إبراهيم جيهان لأنه ممثل رائع وكاريزمي وموهوب، ونريد دائما أن نراه ناجحا سواء في الموسيقى أو التمثيل. وعندما نشاهد في هذا المسلسل الذي أصبح لا يليق به ننزعج أكيد له، لأنه يستاهل دائما أن يكون أفضل من هذا. ونتمنى له التوفيق والنجاح في مسيرته التمثيلية أو الموسيقية. أصدقائي، وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد. مع السلامة.